السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عادل وهام: واشنطن تتحدث عن اتصالات مع الحوثيين. وإلى التفاصيل. كشف دبلوماسي أمريكي عن اتصالات مع الحوثيين عبر الوسطاء العمانيين. وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرغ إنه لا يوجد اتصال مباشر بين الولايات المتحدة والحوثيين، غير أنه ذكر أن واشنطن يمكنها نقل رسائل إلى الجماعة من خلال وسائل الإعلام أو وسطاء مثل العمانيين. وانتقد المسؤول الأمريكي هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر ووصفها بغير مبررة، وتحدث عن قلقه بشأن التسرب النفطي جراء الهجوم على نافلة النفط اليونانية. وتحدث أيضا عن عملية حارس الازدهار التي تقودها الولايات المتحدة، قائلا إن هدفها الرئيسي هو وقف هجمات الحوثيين. وذكر أن العملية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى تهدف إلى منع الحوثيين من شن هجمات أكبر والتسبب في مزيد من الأضرار حسب ما أكد ويربيرغ. وفيما يتعلق بالرد العسكري الأمريكي، أكد ويربيرغ أن الولايات المتحدة تهدف إلى تجنب صراع واسع النضاق، وأوضح أن واشنطن تريد منع التصعيد والتركيز على وقفه. الأمريكيين بيقولوا هجمات غير مبررة، يعني الذي بيحصل في غزة عادي عندهم، عليهم لعنة الله. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.